هذه المحاضرة طبعا كانت عن التقاعد في فلسطين وأقسام التقاعد في فلسطين والمعمول به حاليا، طبعا من حيث الإيجابيات والسلبيات. حاولنا إن يعني نحكي مع الناس ونقدم لهم كل ما يتعلق بهاي القوانين حتى تكون عندهم أجوبة لتساؤلاتهم اللي كانوا يسألوها عن طريق المديريات أو عن طريق الموظفين المسؤولين عن هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين الموظفين استفادوا من هاي الندوة وهاي المحاضرة، وإحنا جاهزين لأي سؤال لهم في المستقبل وفي أي وقت. ضمن سياسة مديرية أوقاف طول كرم باستضافة مسؤول أو خبير في ملف ما، تستضيف مديرية أوقاف طول كرم اليوم الأخ الأستاذ كامل أبو عليا مسؤول ملف التقاعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثل وزارة الأوقاف في مجلس الوزراء، حيث الاجتماع الشهري للأئمة والمؤذنين لإعطاء محاضرة في قانون التقاعد وإجابة الموظفين الأئمة والمؤذنين على الأسئلة المتعلقة في ملف التقاعد. حقيقة كانت المحاضرة قيمة وفيها فائدة، جزا الله عز وجل خيرا القائمين على ذلك. الواحد تبين له من خلال هذه المحاضرة قوانين الخدمة والتقاعد، سن التقاعد، وحقيقة كان فيها فائدة قيمة جدا. بارك الله في الجميع، الله يجزيكم الخير.